احنا على متن الهافال اتش 6 الديجنيتي، سياره رائعه عن جد. بعد ما صفينا هون على البلاتو تبع اوتو فوكس، انا وساره دبوسي اكيد مانجينج بارتنر بدبوسي جروب وكاله الحصريه تبع جريت وول. ساره فيري كومفورتبل رايد صراحه، كانت سياره كثير لوكسوريوس من جوا. كنا عم نشوف بالاول دايركتلي التاتش سكرين يلي عم نشوفه يلي مالتي فانكشنال من ناحيه، اكيد فيه بلوتوث سيستم متقدم جدا، فينا اكيد حتى الكونتاكت تبعنا تبع الفون بطريقه كثير سهله تو دايل على التاتش باد تبعنا. عن جد عم نشوف تكنولوجي كثير مهمه بقلب جريت وول. كثير مضبوط، تكنولوجي كثير حلوه، والحلو انه مثل ما قلنا this is the entry level لجريت وول هافال 86، يعني هيدول موجودين بكل الهافالات من الاليت للدجنتي اذا بدك. بعدين خلينا نشوف الرادار كاميرا شوي. اكيد اكزاكتلي بحال بدنا نعمل ريفرس او اريير مثل ما بيقولوا دغري ورانا، بنقدر نشوف ونقيم السبيس اللي ورانا تنرجع بطريقه فيري سيف. تكنولوجيز رائعه، موتور كمان اروع. عم نحكي اكيد عن الميتسوبيشي مايفيك ال 2.4 لتر انجن، 165 حصان، سياره نشيطه كثير بتطلع وين ما كان. كلايمت كنترول بقلب السياره، ليذر سيتس، كمان حتى لك اقل الديتيلز موجودين بقلبها، الكاب هولدر، وبنفس الوقت كمان الاش تريز موجودين. مزبوط. الشكل كثير حلو. ساره بعد شوي رح نعرف الاوفر، يعني صراحه رح يكون عم بيدوخ العالم. مزبوط، حتى الكاب هولدر اذا بتطلع في عندك كاب هولدر فور افري سيت، يعني غير هون عندك على اليمين وعلى الشمال وعندك بالسيت ورا، كل سيت عنده اتس اون كاب هولدر. واذا بتطلع على تاير بريشر مونيتورينج سيستم، صح يلي موجود قدام، شو بيان عندنا دوليبنا منيح ولا دوليبنا كثير منيح حسب ما بيقولوا لنا. كم بار في 1.6 بار، هذا اكيد نعرف اذا الدوليب دوليبنا خرج يمشوا ينمشى فيهم على الطرقات او لا، او كمان نفس الوقت نقدر نكون عم نزودهم بقلب الهواء. هلا كمان عم بيقولنا انه انديكيشن الباب مرة مفتوح، اكيد الكاميرا اللي موجوده معنا. ثانك يو جوزيف. كمان اكتيف ستيرنج ويل، حتى ما نكون بحاجه نقدر نشيل، وي كان انسر بطريقه كثير هينه بكبسه واحده، وي كان كلوز بطريقه ثانيه. كروز كنترول كمان موجوده بقلبها، وكمان المود اذا بدنا نشيل هلا حاطين ريفرس، بنحط مود ولحالها قدامنا ات انديكيتس شو عم نشتغل. فل انا هون بدي اذكر انه كل سيارات جريت وول اخذين 5 ستار سيفتي ريكوجنيشن اوورد انترناشونالي. يعني هالسياره شو فيها كسيفتي؟ عم نحكي هالسياره فيها 6 اير باجز، اي بي اس، اي بي دي، فيها سيفتي بارز بالابواب، انتي رول اوفر سيستم، اكيد كله موجود بالسياره، اكيد كله موجود. وكمان بدي اقول انه عاملينها بطريقه حتى اذا بدك البلوتوث اذا بدك يوسج تبعها كثير هين، انه اذا بدك تفوت على رقم اتس فيري ايزي تو سيرش انت وعم تسوق، ما يو دونت ريسك تعمل حادث. يعني حتى هاو كيف اذا بدك تو دايل ان نمبر كيباد كثير كبير، يعني مزبوط بسهوله، مثلا بسهوله بتقدر تطلب حياة لرقم بدك اياه، او حتى تفتش كمان تفتش على على الدايركتري. بس هلا ما في دايركتري لانه نحن عملنا لينكت. مظبوط. ساره خلينا نشوف كمان شكلها من الخارج لهالسياره الرائعه، واكيد نشوف الانجن تبعها. سياره اكيد فولي لودد بالاوبشنز. ساره مزبوط، فيها انتي ثفت سيستم، اموبلايزر، شو بعد غير الانجن وغير كل هالاوبشنز اللي اجا شفناهم جوا السياره؟ اكيد بتكونوا انتي تافتين، عم نحكي عن ضد السرقه، اكيد نظام بيكون فيري تكنولوجيكال ادفانس. فوغ لايتس موجودين، 17 انش الو ويل، دوبل تون بالكروم والاسود او الاحمر او الابيض او كل الالوان اللي موجوده فيها السياره. مزبوط. وروف ريلز. هلا بدي اعزمكم بس تشوفوا الانجن تبع السياره اللي كنا عم نحكي عنه انا وياك ساره، انه اتس ميتسوبيشي مايفاك انجن مثل ما عم نشوف هون ان ذا فلاش. حتى فل اذا بتلاحظ الترتيب تبع كل الفرونت تبع السياره كثير فيري فيري هاي ليفل، عم نحكي من اكيد الانجينيرنج بقلب هالسياره. مثل ما سبق وذكرنا الهافال مشاركه برالي داكار، عم نحكي عن 5 سنين ورا بعض. مزبوط صح، وتو بوديوم فينيشز بالمرتبه السادسه مع اكيد السيء كارلوس سوزا. مزبوط، طلعنا نمبر 6 تو تايمز ورا بعض، which is great. engine اكيد performance كثير مهمه فيه، مثل ما سبق وذكرنا 165 حصان 2.4
ليتر انجن مع رخص البنزين. هلا بتصور SUVs are back in the market بطريقه كثير كبيره. هلا بنستفيد منه انه اذا بدنا نشتري الهافال فينا نروح على البرانشز ونعمل تست درايف ونجربه قبل ما ناخده تنعرف اكيد اذا السياره بتلائمنا او لا. أكيد. حتى على كل سيارات كمان مزبوط في تست درايف على كل سيارات جريت وول. اكيد كمان عندنا تريد ان سو بناخذ حيا لسياره بتكون بدلوها بتاخذوا بدل الهافال، وحتى اذا بعدين بتكون تعملوا تريد ان للجريت وول لتعملوا ابجريد او تاخذوا حيا لسياره من دبوسي جروب بناخذ الجريت وول بديبريشن فاليو مثل اني اذر براند ان ذا ماركت. سو اكيد ما بكون عم نخسر ولا شيء من السياره، عندكم باي باك بوليسي كثير مهمه و 3 years warranty او 60,000 كيلومتر whichever comes first. ونفس الوقت كمان فيكم تزوروا قد ما حكيناكم حلو اكيد تروحوا تشوفوا السياره بزيتكم اكيد على جل دي بالمين برانش او على كوره او على طرابلس. مثل ما عم نشوف اكيد هالفيو السايد فيو تبع السياره والايروديناميك شيب تبعها ما يعني انا قد ما اقول لكم قصص ما رح تكونوا عم تعرفوا اكثر ما تكونوا قاعدين بقلبها. فل انا بس بدي هون احكي عن شغله صغيره اللي هي سبير بارتس والافتر سيل سيرفيس تبعت دبوسي جروب. نحن اول شيء بنعمل دور تو دور سيرفيس وذ ريبليسمنت كار فري اوف تشارج لكل الكلاينتس تبعونا، يعني هن بس بياخذوا موعد بيجي درايفر بياخذ سياره من تحت بيتهم بيعمل لها سيرفيس بيرجعها. وقطع سيارات جريت وول هن 50% اقل من قطع موجودين بالسوق حيلا براند تانية. سو كمان هالشي بيشجع العالم انه يشتروا جريت وول. هلا بهالاسبوع على اوتو فوكس بنستفيد كمان من اوفرز من على جريت وول. هالسياره قد ايه سعرها وقد ايه صار سبيشال اوفر تبعها؟ مزبوط عندنا فيري سبيشال اوفر اليوم. هالسياره سعرها 25900 دولار مسجله خالصه عاده، اليوم سبيشال اوفر هو 23900 دولار خالصة مخلصة يعني including VAT and registration fees. On the road price عم تاخدوها ما عم بتلاقوها بمطرح تاني أكيد من خلال دبوسي جروب الوكالة الحصرية تبع جريت وول ومن خلال أوتو فوكس. فيكم ترجعوا تحضروا هالحلقة على mtv.com.lb mtv replay. أكيد البروجرام هو أوتو فوكس. نعم شوفكم بحلقات لاحقة. تشاو.